عبرت الكنال بدراع واحد وهو مفتوح. قلت كنت بفكر اني اعبر قناه السويس دي واروح الضفه الشرقيه تاني، لان المعركه كانت في الضفه الغربيه. اروح المنطقه الضفه الشرقيه دي عشان انا في الفرقه 19 اللي هي الفرقه بتاعتنا اللي احنا الحاليه عليها، اللي فيها كتائب طبيه، بتبقى فيها كتيبه طبيه كاف اثنين طب. قلت لهم هروح يعني بتفكيري كده، قلت اروح الضفه الشرقيه كاف اثنين طب يعالجوني وارجع للقتال تاني، يعني انا مش عايز ارجع بقى خلاص كده. فاواصل مع زمايلي تاني. فعبرت الكنال بدراع واحد لغايه نص المايه كده، وحسيت بهبوط وما قدرتش اكمل. الطيران اشتغل علينا تاني، كانت الدنيا ليلت، رغم كان في حاجه اسمها طلعات طيران بتبقى في ضوء اول ضوء واخر ضوء، لكن هم ما كانش في عندهم الاول ضوء واخر ضوء، فالطيران ابتدى يرمي عبواته في الكنال، بقى تعمل غليان في المايه، جبن تحت وفوق وحاجات كتير يعني. الغاره هديت، ابتديت هدفتني للشط الشرقي للكنال، بس بعدت بعيد عن الحفره اللي احنا كنا عاملينها، الفتحه اللي كنا عاملينها بنطلع منها. فلقيت التاكسيات بتاع الدبش بتاع كنال السويس، لو انتوا راجعين هتشوفوه، شعبطت في الشعب المرجانيه دي، في شعب مرجانيه طالعه من الدبش كده، شعبطت فيها عشان التيار كان بيهدفني ناحيه الصعيد. فابتديت بيت ليله في قلب المايه، وتاني يوم الصبح كل مزعه الشمس طلعت، كل مزعه على زمايلي ابص الاقي يعني نزيف يزيد. بقيت اسكت، ربنا بعت لي ثلاثه جنود نزلوا معاهم حبل سلب، ربطوا لي من وسطي ورفعوني فوق الستر الترابي. الستر كان ارتفاعه 25 متر، طبعا مش اقدر اطلع بايد واحده، وانا اللي هو السليم وعنده قوه كان بيطلع بالعافيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان انا اكمل. رحت عيون موسى، فيها نقطه قويه، فيها نقطه طبيه، عملوا لي اسعافات بسرعه، حطوني في اسعاف، قعدت تمشي بينا اكثر من يومين تدور على معابر، كانت المعابر متعطله، فابتدونا يدونا لسان بورتوفيق، ابتدوا في لسان بورتوفيق يجيبوا لنا بر مائيه عدونا عليها ودونا مدينه السويس. كانت مدينه السويس كانت محصوره تماما، وكان العدو ابتدى يحتل المحاور، محور الزيتيه ومحور المثلث ومحور الجنايه. طبعا ابتديت في الحصار، مستشفى السويس عملوه طبعا بعد العمليه، وقعدت 22 يوم في مدينه السويس في الحصار. طبعا ما كانش فيه لا اكل ولا شرب، كانوا بيجيبوا لنا ازازه جلوكوز كل واحد بخ فوقه، كانوا بيجيبوا لنا برتقانه بيقسمها على يعني حاجه كده يعني. لكن 22 يوم دول في الحصار، وفي 22 يوم اللي قبل كده اللي هم في الحرب وفي رحله العلاج ده عيون موسى، كل ده حد يسالني كنت بتاكل ايه؟ كنت بتشرب ايه؟ كنت بتنام ازاي؟ في نوم؟ ما كانش في نوم. لما جينا ننام ما فيش اللي هو في الفتره بتاع المستشفى ما فيش نوم، ما جينا جبنا لبس عشان ناكل حاجه، كنا في رمضان وما كانش فيه، كان في قوات كانت بتعبر وكانت مستريحه عننا، يعني في قوات بتبقى مستريحه وبتعبر وبتحتل وبتقدر تاكل وتشرب، لكن في اماكن كانت بيبقى فيها عليها ضغط، ما حدش ما كانش بيقدر يتصرف او يقدر ياكل او يقدر. فانا حسيت كان في ناس بيقولوا في ملائكه، الملائكه كانت فينا فعلا. انا كنت مستهتر اول بكلمه خير اجراد الارض، لكن فعلا كان في خير اجراد الارض في الحرب، شفتها بعيني ان انا ما نامش 22 يوم، ما اكلش 22 يوم، ما اشربش 22 يوم، دي حاجه غير عاديه يعني، مش بشر عادي. اتقلبنا لخير اجراد الارض فعلا. او فكملت يوم 22 لغايه يوم 17/11 اتفاقيه الكيلو 101، وجيت هنا جابونا القاهره في اتفاقيه تبادل الاسرى وتبادل الاسرى واخلاء الجرحى مستشفى السويس. دي كانت جت سمعناها في الاخبار،
فابتدينا طبعا كنا منتظرين بقى كده يعني خلاص كده مفيش فيه، احنا مستولين على سينا والثغره دي كانت ابتدت تنتهي، كانت الصعقه كانت اضطروا يعني ينفذوا بيهم واستنزفوهم جامد، يعني القوات اللي عبرت دي ما رجعتش ربعها، يعني ربع القوات اللي هي عبرت ديت وكانت في القوات الصاعقه كانت بتطلع لهم ومن خوفهم كانوا يقعدوا يدوروا الدبابات عشان ويناموا تحتيها عشان يحسسوا القوات ان هم صحيين، لكن كان القوات بتاعتنا بتخش تنكد بيهم في، فما رجعوش بنص او ربع الكميه اللي هم عبروا بيها في الثغره، وده كنا منتصرين. يوم 17 رحت مستودعها مستشفى المعادي، طبعا تاني يوم الصبح قابلتنا السيدة السادات وابتدت تشوف كل واحد عايز حاجة بتاع تزورنا والرئيس يسلم عليكم وبتاع، فجيت دور عليا طب حضرتك انت ما الزمش اي حاجة، وقلت لها انا كنت عايز، قالت لي عايز ايه؟ قلت لها كنت عايز النصر وخطه، هو ده اللي انا كنت عايزه. في حاجات اكتر من هدايا واكتر من حاجة، ان انا عايز بلدي، عايز بلد، وهو ده اللي انا كنت عايزه، ان انا عايز اهلي ترجع تاني اسماعيلية، عشان كنا متشتتين ومتبهدلين. انا كان ليا ثلاث اخوات في الجيش، واحد اثنين اخواتي وواحد ابن اختي كان متربي معانا كنا في الجيش، فتخيلوا بقى لما اشوف ما بنشوفش بعض بالشهور او بالسنين، ما نشوفش بعض، المعركه استمرت اكثر من 6 سنين ما بنشوفش بعض، ظروفها كده، هو بينزل اجازه وانا بنزل اجازه، واحد كان في الضفادع البشريه في البحريه اسمه طلعت بيومي، ركيب طلعت بيومي، وكان محمد اللي اكبر مني كان في الدفاع الجوي، وكان في واحد تاني ابن اختي كان في الشرطه العسكريه، وانا بصراحه المهندس. فطبعا تخيلوا بقى ان احنا في هجره وعشنا ما فيش، يعني ما نعرفش يعني اختك راحت فين، ابوك راح فين، كل واحد بيبقى في حته كده، ما كانش في موبايلات ولا نت حتى، ابتدينا طبعا انا انزل، كانت والدتي جديد على طول، كنا مهاجرين في بلد من الان في الشرقيه، بس المحطه دي كانت والدتي قاعده فيها على طول، قاعده في المحطه عشان تشوف اولادها بقى اللي جاي، يعني كل يوم تروح المحطه تقعد عشان تستقبل تشوف واحد من العيال، ونرجع تاني بقى للبيت، كل واحد عايز واجب بتاعه وجاي من الجيش عايز. فكنت كنت في الايام الاستنزاف دي والبتاع دوت، فكنت قبل اكتوبر كنت بقطع الاجازه وارجع تاني اشوف الحاله سيئه يعني، وكانت على المصريين كلها يعني، كان طوابير الناس دول طوابير الجمعيه عشان ياخدوا ازاز الزيت، كان التبريد ده ما فيش، ما كانش في بوتاجازات اللي هي السعال الذاتي ولا عارف بتاع كان التبريد ده، كان في ازمه الصابون الغسيل ده كان في ازمه، بص الناس تقف طوابير عشان تاخد، كل ده كانت الناس بتستحمل عشان مصر عشان ترجع الارض، يعني شو رغم كل دوت ازمه كبريت وازمه صابون وازمه زيت وازمه سكر وازمه كل دوت، وكانت الناس بتستحمل عشان مصر عشان نرجع ارضنا، ما كانوش حد بيرفع ايده ولا عايزين ولا لينا مطالب ولا لينا حاجه، وما زال احنا اتعودنا على كده، احنا جبنا اتعود على كده، اتعود على القناعة، اتعود ان نلبس البناطيل مرقعة وقمصان مرقعة ايام جمال عبد الناصر عشان كان بيبني السد العالي، كنا بننام على حصيرة ونشرب مزير وبابور عشان السد العالي كان بيتبني، تملي باستمرار كنا الشعب المصري طول عمره بيستحمل عشان مصر، وما زال احنا الجيل بتاعنا لغاية دلوقتي ملوش مطالب، وابطال اكتوبر بالذات والناس ومنا يعني ما الحمد لله، كان رد على سيدنا جمال السادات ان انا اللي انا عاوزته قد اللي هو النصر ان نرجع بلدنا تاني، معلش انا طولت عليكم، شكرا كل سنه طيبين، الله ينور عليك، شكرا شكرا يا باشا.